بعد أكثر من 20 عاماً على غلقها، ساحة الاحتفالات تفتح أبوابها مجدداً أمام المواطنين. حدائق الساحة ومنشآتها الثقافية كالسينما والمسرح والمعارض الفنية كلها باتت مهيئة لاستقبال الزائرين بعد حملة تأهيل واسعة شرعت بها أمانة بغداد ووزارة الثقافة بإشراف مكتب رئيس الوزراء، بهدف توفير أماكن ترفيهية جديدة للمواطنين ولا سيما أيام العطل والمناسبات. فكرة أن تكون هذه المدينة هي مدينة للعراقيين لصناعة الثقافة ولتأهيل هذا المكان، ولكن هذا الافتتاح اليوم هو افتتاح جزئي، الافتتاح الأكبر هو في الشهرين القادمين عندما يكتمل بقية الأجزاء والمقاطع الموجودة في هذه المدينة. بصراحة هذا المكان ساحة الاحتفالات هو مكان رمزي عالي ومدينة ثقافية تستوعب الكثير من الفعاليات الثقافية التي ستشرع الحكومة على تأهيل بقية مقاطعها. انتهينا بحمد الله من إنجاز هذه الساحة وأصبحت اليوم في متاحة وفي متناول العراقيين، وبإمكان العراقيين أن يباشروا منذ هذا اليوم أن يكونوا في حدائقها، في متنزهاتها، في المسرح وفي السينما وفي غاليري الفنون التشكيلية. إعادة افتتاح ساحة الاحتفالات تزامنت مع حملة بغداد أجمل التي تهدف إلى إظهار العاصمة بأبهى صورة عبر تأهيل عدد من الكورنيشات المطلة على نهر دجلة كأبو نؤاس والعطيفية والكاظمية، وتجهيزها بكافة المستلزمات التي تحتاجها العائلات لقضاء أيام العيد وباقي الأيام الأخرى. اليوم تم افتتاح 3 كورنيشات، إكمال كورنيش أبو نؤاس الكيلو متر ومية صار 500 زائد 600، والكاظمية كيلو متر و600 انفتحت اليوم أيضا. كورنيش العطيفية أيضا تم افتتاحها، فبهذا نكون إحنا أجهزنا 3 كورنيشات للناس زائد الزوراء زائد ساحة الاحتفالات. افتتاح ساحة الاحتفالات فضلا عن كورنيشات بغداد يأتي بالتزامن مع توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بتمديد أوقات فتح المنطقة الخضراء من 6 صباحا وحتى 12 بعد منتصف الليل، وذلك تخفيفا للزخم المروري وتسهيل حركة المواطنين. من بغداد، محمد جبار، العراقية الإخبارية.